السلام عليكم، ما زلنا معكم في الفصل العاشر من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، ووصلنا إلى نوع آخر من أنواع الماس ستورج أو السكندري ميموري ديفايسز، واللي ما يسمى بالديسك اتاتشمنت، واللي هو عبارة عن مرفق أو قرص مرفق بنظام يعني حاسوب معين. هو عبارة عن هوست اتاتش ستورج اكسس ثرو ذا انبوت اوتبوت بورتس. هو عبارة عن جهاز خزن يتم إرفاقه بالحاسوب الذي نعمل عليه، سواء كان هو حاسوب شخصي أو سيرفر أو غيرها، ويتم الوصول له عن طريق منافذ الإدخال والإخراج، والحديث معه عن طريق الانبوت اوتبوت باسس اللي هي نواقل الإدخال والإخراج. أحد أنواعها اللي هو الـ SCSI itself is a bus. هو يعتبر بنفسه هو عبارة عن ناقل ممكن أن يتكون من 16 جهاز on one cable، أو يمكن ربطها كلها في بكيبل واحد أو جهاز يعني سلك واحد. بداية الـ SCSI initiator اللي هو المنشئ أو المؤسس لهذا الاتصال يقوم بطلب فتح عملية معينة من الـ SCSI target، والتارجت الذي هو سيقوم أو الهدف أو الجهاز المستهدف هو الذي يقوم بإنجاز هذه العملية. each target كل هدف أو كل جهاز مرتبط بالـ SCSI يمكن أن يتكون من 8 logical units، من 8 وحدات منطقية، واللي هي قد تكون disk attached to a device controller، هي عبارة عن أقراص مرفقة أو مربوطة إلى متحكم بالأجهزة. الـ FC اللي هو نوع ثاني من أنواع الـ disk attachments ايضا هو عباره عن هاي سبيد سيريال اركيتكتشر، يعني معماريه متسلسله او متواليه عاليه السرعه، ممكن ان تتكون من سويتشد فابريك. السويتشد فابريك هنا هو نوع من انواع المعماريه التي تستخدم بربط المكونات الداخليه لاجهزه يعني نقل البيانات، وسبق ان شرحنا يعني الانواع المختلفه لهذه المعماريات في معماريه الراوتر اللي هو الراوتر اركيتكتشر، واللي شرحناها في منهج نظم التشغيل الاكاديمي، يعني المنهج الاخر الخاص بنظم التشغيل. بالنسبه للاخوه والاخوات اللي يحبون يعرفون معلومات اكثر عن ما هو المعني بسويتشد فابريك اللي هو طريقه الربط الداخليه لهذه الاجهزه التي يعني هي عباره عن اجهزه نقل والتحكم بالنقل، ممكن ان يرجع الى معماريه الراوتر في الكورس الاخر اللي هو خاص بكورس نظم التشغيل الاكاديمي، واللي ايضا راح نحاول انه نجعل الرابط الخاص به في موجود في الديسكربشن لهذا الفيديو. With 24 بت ادرس سبيس، يستخدم يعني حيز عنوانه يتكون من 24 بت. The basis of the storage area networks، هذا هو يعتبر الاساس لما يسمى بشبكات storage area networks اللي هي السان اللي راح نتحدث عنها بعد قليل. In which many hosts attached to many storage units، والتي في داخلها يتم ربط مجموعة كبيرة من الأجهزة إلى مجموعة كبيرة من وحدات الخزن. هي عبارة عن يعني شبكة خاصة بالخزن يعني. الـ input output directed to a bus ID، الـ device ID and logical unit. هنا الإدخال والإخراج الخاص الذي سيتم ما بين الـ host device اللي هو جهاز الزبون أو العميل، سيتم توجيهه إلى الـ bus ID اللي هو يعني الـ identification، الرقم المعرف الخاص بالباص، لكي يقوم بمعرفة ما هي الوحدة اللوجيكال يونت التي يتصل بها، وكذلك يستخدم الديفايس اي دي اذا كان هناك مثلا عدد كبير من الاجهزة مربوطة بنفس الناقل، واخيرا باللوجيكال يونت اللي هي ال يو ان لكي يعرف اين سيقوم بارسال او استقبال البيانات. النوع الاخر من انواع الخزن الثانوي اللي ما يسمى بالستورج اري اللي هو مصفوفة الـ يعني اجهزة الخزن، كان جاست اتاش ديسكس اور اري اوف ديسكس، يمكن ان تكون هي عباره عن فقط يعني اقراص مرفقه بنظام معين او مصفوفه من الاقراص المرفقه مع جهاز معين. الستورج اري هاز كنترولرز ايضا يعني مصفوفه الخزن، تحتوي على متحكمات وتحتوي على الكثير من الخصائص او توفر الكثير من المميزات للاتاشت هوست هوست اور هوست. هنا طبعا بنشوف حرف اس ما بين قوسين يقصد بها معناته كنترولر اور كنترولرز، يعني متحكم واحد او عده متحكمات، وهنا ايضا هوست اور هوست يعني عباره عن جهاز واحد مرتبط بهذه وحدة الخزن أو عدة أجهزة. البورتس تو كونكت هوست تو أري، طبعا سيتم توفير هذه الفيتشرز التي ستوفرها الستورج أريا إلى الجهاز الذي يرتبط بها. توفرنا بورتس اللي هي عبارة عن المنافذ لربط هذا الجهاز مع مصفوفة الخزن. توفرنا الميموري اللي هي ذاكرة وكنترولينج سوفت وير، يعني برمجيات للتحكم sometimes تكون هي عبارة عن نون فولاتايل راندوم أكسس ميموري أو غيرها. A few to thousands of disks، يعني عدد كبير من الأقراص يتراوح ما بين عدة أقراص إلى آلاف الأقراس. الريت and the hot spares وال hot swap، هذه اللي راح نتحدث عنها لاحقا يعني أثناء هذا الفصل. Shared storage واللي هي more efficient، راح يكون عندنا ذاكرة أو خزن مشترك والذي هو يكون أكثر كفاءة من الخزن يعني المفرد. Features found in some file systems، أيضا هناك بعض الخصائص التي تتوفر في بعض نظم الملفات اللي هي السناب شوتس، الكلونز، الثين بروفيجنينج، الريبليكيشن والدي دوبليكيشن، وهذه كلها نتحدث عنها ان شاء الله في يعني الاجزاء البقيه من هذا الفصل.
نوع آخر من أنواع الماس ستورج، هي ما تسمى بالستورج ايريا نتورك. هي هذه بالحقيقة هي عبارة عن نتورك، يعني هي شبكة من أجهزة الخزن التي تربط مع بعضها البعض إلى مجموعة من الأجهزة الأخرى. عادة هذه تكون موجودة في جزء من داتا سنتر مثلا، أو يعني مركز بيانات، أو جزء من شبكة كبيرة. common in large storage environments، تكون يعني شائعة في يعني بيئات الخزن الكبيرة. multiple hosts attached to multiple storage arrays flexible، الكثير من الأجهزة يتم ربطها إلى الكثير من يعني وحدات الخزن، وتتميز بأنها هي تكون مرنة إلى حد كبير. السان اللي هي الستورج ايريا نتورك، مثل ما ذكرنا هي شبكة منطقة الخزن تحتوي على الكثير من وحدات الخزن، اللي هي قد تكون ستورج اراي او تيب لايبراري، مربوطة الى سيرفرز، وايضا مربوطة الى داتا بروسيسنج سنترز اللي هي هنا تكون عبارة عن معالجات في داتا سنتر او غيرها، وكذلك الويب كونتنت بروفايدر، مزودين خدمة الويب. هذه ايضا يتم ربطها الى لوكال ايريا نتورك او وايد ايريا نتورك، وبالاخير يتم ربطها الى الكلاينت. فتلاحظ بانه الكلاينت لكي يستطيع الوصول الى هذا الخزن او هذه وحدات الخزن يحتاج انه يتصل به شبكتين، شبكه الشبكه العاديه وشبكه يعني منطقه الخزن، التي هي من خلالها يتم يعني ربط الاجهزه مع بعضها البعض سويه في داخل هذه الشبكه. ايضا الستورج ايريا نتورك از وان اور مور ستورج ارايز، هي عاده تكون هي عباره عن مصفوفه واحده او عده مصفوفات من اجهزه الخزن، connected to one or more fiber channel switches، يتم ربطها ايضا مع مجموعه من السويتشات من نوع الفايبر شانل. hosts also attached to the switches، يعني هذه الحواسيب الطرفية الخاصة بالمستخدمين أيضا يتم ربطها إلى هذه السويتشز. the storage made available via logical unit masking، الخزن هنا يتم توفيره من خلال استخدام ما يسمى بال logical units masking، اللي هو يعني الأقنعة. for specific array to specific servers، يعني من مصفوفات معينة إلى سيرفرات معينة. من مواصفاته ايضا انه is easy to add or remove storage، من السهل اضافه او ازاله وحدات الخزن. and add new host and allocated storage، يعني اضافه يعني زبون جديد او حاسوب جديد وتخصيص فتح خزن يعني محدد له. over low latency fiber channel fabric، يعني ايضا باستخدام نفس الفايبر channel fabric اللي هو يعني الشبكه من النواقل اللي هي يعني من نوع الفايبر شانل. why have separate storage networks and communication networks consider SCSI و FCOE. طبعا هنا هذا السؤال مهم، يعني لماذا نحتاج الى وحدات خزن منفصله وشبكات اتصال لكي نصل الى هذه الوحدات. طبعا ببقيه اجزاء الفصل راح نشرح يعني اهميه وجود storage area network، ولكن بشكل مختصر بعض الأحيان إذا كان لدينا هوست واحد اللي هو يعني حاسبة واحدة وتمتلك في الذاكرة معينة، هذه الذاكرة مهما كانت كبيرة إلا أنها تكون محدودة. بعض الأحيان نحتاج أنه نقوم بتنفيذ الكثير من البرامج التي تحتاج ذاكرة كبيرة، يعني أثناء التنفيذ مثلا إذا كان عندك برنامج أوبتمايزيشن، أثناء العمل على هذا البرنامج إذا كانت خصوصا إذا كانت مصفوفات كبيرة تحتاج إلى ذاكرة كبيرة. عدم امتلاكك لذاكرة كبيرة يدل يعني راح يسبب تأخير كبير بالبرنامج، فامتلاك ذاكرة كبيرة والتي عادة تكون غالية جدا ضمن شبكة وأيضا تكون مشتركة لمؤسسة معينة أو داتا سنتر معين، راح يقلل الكلفة أوفر أول يعني بشكل عام، ويسرع أن الأداء بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى وحدات خزن كبيرة. النوع الآخر اللي هو Network Attached to Storage، هذه هي مشابهة إلى حد كبير لل Storage Area Network، ولكنه هنا يعني تلاحظ بأنه هو عبارة عن خزن يتم إرفاقه بشبكة، فهنا الشبكة هي أوريدي موجودة، هنا عندنا فقط شبكة واحدة لأن يكون هناك شبكة أخرى، ويتم إرفاق النتورك attached storage اللي هو يعني ترجمتها الحرفية هو وحدات الخزن المرفقة بشبكة. فهنا الشبكة راح تكون عندنا شبكة واحدة فقط، على خلاف النوع الذي تحدثنا عنه قبل قليل اللي كانت فيها شبكة اللان أو الوان، هي شبكة مستقلة، والستورج نتورك راح تكون هي شبكة مستقلة أخرى. هنا راح تكون عندنا فقط شبكة واحدة واللي هي عبارة يعني هي شبكة الإنترنت الطبيعية يعني، أو حتى إذا كانت شبكة لوكال نتورك، ويتم إرفاق خزن يعني معها. is a storage made available over a network rather than over a local connection، هنا هو عبارة عن يعني جهاز خزن أو وسائل خزن يتم توفيرها للمستخدمين عبر الشبكة بدلا من الاتصالات المحلية، يعني بدلا من استخدام الباسس اللي هي قبل قليل سميناها الفايبر شانل. remotely attaching to a file system، يتم إرفاقها يعني بشكل عن بعد يعني بنظام الملفات. أنظمة الملفات الشائعة في هذا المجال هي Network File System وال CIFS، هي Common Protocols، هاي البروتوكولات الشائعة في هذا النوع من أنواع الخزن. Implemented via Remote Procedure Calls، يتم تمثيلها أو تنفيذها باستخدام الريموت Remote Procedure Calls، واللي إذا تتذكرون تحدثنا عنها في
الفصل الثاني أو الثالث من هذا المنهج. Between host and storage over typically TCP UDP or IP network عادة يتم استخدام يعني بروتوكولات الشبكة العادية مثل ما ذكرنا، يعني المستخدمين الطرفيين وأجهزة الخزن المرفقة بالشبكة يتم ربطهم سوية عن طريق شبكة، والشبكة بما أنه هي لان أو وان فهي شيء طبيعي تستخدم بروتوكولات الشبكات الطبيعية اللي هي TCP والUDP عبر شبكة الآي بي. أحد البروتوكولات المستخدمة فيها هي ما يسمى بالآي اس سي اس اي بروتوكول، والذي يستخدم من الآي بي نتورك تو كاري ذا اس سي اس اي بروتوكول. يعني هذا الآي اللي بالبداية تدل على أنه هو يستخدم شبكة الآي بي آي بي نتورك. Remotely attaching to devices يتم إرفاقها بشكل يعني مثل ما ذكرنا عن بعد بالأجهزة، هذه هي الأجهزة التي تستخدمها بشكل نهائي، ولكنه هي يعني مرفقة مع الشبكة التي تربطها بها، فهي تكون ريموت يعني بعيدة عن المستخدمين الطرفيين. الديسك سكجولينج اللي هو يقصد بها كيف إذا كان هناك مجموعة من الطلبات للوصول إلى مجموعة من البيانات على القرص الواحد، فكيف نستطيع توجيه رأس القراءة والكتابة لكي يتنقل ما بين هذه البيانات وينقلها بأسرع طريقة. طبعا هذه هي واحدة من وظائف نظام التشغيل. نحن نقول بأنه نظام التشغيل هو مسؤول عن توفير الهاردوير using hardware efficiently، يعني استهلاك أو استغلال الهاردوير اللي هي معدات الحاسوب بشكل كفوء. وطبعا بالنسبة للأقراص الصلبة أو أي نوع من أنواع الذواكر الثانوية، هذا يعني هو fast access time and disk bandwidth، لازم نوفر زمن وصول سريع جدا إلى أي بيانات نحتاجها من الذواكر الثانوية، إضافة إلى زيادة الديسك باندوث. الديسك باندوث راح نتحدث عنها ونشوف شنو تعريفها. هنا نحتاج أنه minimize the seek time، يجب أن نقلل زمن البحث إلى الحد الأدنى. والseek time طبعا هنا نقصد به هو seek distance، اللي هو المسافة التي تتحركها رؤوس القراءة والكتابة للوصول إلى البيانات المطلوبة. الديسك باندوث اللي هو هنا طبعا عرض النطاق الخاص بالقرص، هو عدد المجموع الكلي للبايتات التي يتم نقلها مقسومة على الزمن الكلي المستغرق من أول طلب للخدمة حتى اكتمال آخر طلب. يعني ديسك باندوث يقصد به هو العدد الكلي للبيانات التي يتم نقلها في وحدة الزمن ابتداء من أول طلب لبيانات معينة وحتى انتهاء توفير آخر بيانات. الديسك سكجولنج أيضا مثل ما ذكرنا، there are many sources of disk input output request، هناك الكثير من المصادر يعني أو الأماكن التي يمكن أن تطلب نقل بيانات عبر أجهزة الإدخال والإخراج. ممكن أن يكون عند نظام تشغيل يطلب بيانات معينة من الهارد ديسك أو الأس أس دي أو أي نوع من أنواع الذواكر الثانوية. ممكن تكون عندنا العمليات الخاصة بالنظام، ممكن تكون العمليات الخاصة بالمستخدمين، كل أي واحد من هذني ممكن أن تطلب لنا بيانات من الهارد ديسك. الانبوت اوتبوت ريكوست انكلود انبوت اور اوتبوت مود ديسك ادرس ميموري ادرس نمبر اوف سيكتورز تو ترانسفير، عادة طلبات الإدخال والإخراج. هنا طبعا عندما يتحدث عن أجهزة إدخال وإخراج لا يقصد بها أجهزة الإدخال والإخراج الطبيعية اللي هي الماوس والكيبورد والبرنتر وغيرها، يقصد بها أي نوع من أنواع النقل اللي هو خارج المذر بورد، واللي عادة يكون هو الهارد ديسك وخارج المذر بورد، فنسميه يعني input output request. ممكن أن يكون هو عبارة عن input يعني reading أو output اللي هو writing، ممكن يكون طلب لديسك address يعني عنوان بيانات معينة على الديسك، memory address عنوان بيانات أو عنوان ذاكرة، number of sectors to transfer مجموعة من السكترات لكي نقوم بنقلها. عادة النظام التشغيل يقوم بالمحافظة على طابور للطلبات per disk or device لكل قرص ولكل جهاز يعني attached أو مرفق بالحاسوب أو الجهاز الذي نعمل عليه. Idle disk can immediately work on input output requests، إذا كان القرص يعني خاليا من الواجبات في الوقت الحاضر يعني عاطلا أو غير عاملا على أي طلبات، فإنه مباشرة يذهب إلى تنفيذ طلبات الانبوت أوتبوت. البيزي ديسك means work must queue، يعني أما إذا كان القرص مشغولا بالكثير من الطلبات حالية فيجب أن بقية الطلبات يتم وضعها في داخل طابور اللي هو كيو. الأوبتمايزيشن algorithms only make sense when a queue exists، عادة طبعا هنا إذا كان هناك طابور لخوارز لطلبات تنتظر تنفيذها، فهنا راح تكون عندنا خوارزميات الأمثلية اللي هو الحصول على الحل المثالي راح make sense، يعني طبعا راح تكون منطقية عندما يكون هناك طابور من الطلبات التي تنتظر التنفيذ، وهنا ستكون لدينا الكثير من الخوارزميات. Note that driver controllers أو drive controllers have small buffers and can manage a queue of input output requests، عادة كل متحكم من متحكمات الأجهزة اللي هي أجهزة الخزن الثانوي يحتوي على small buffer اللي هي ذاكرة مؤقتة صغيرة، وبذلك بالتالي يستطيع إدارة طابور من طلبات الإدخال والإخراج or varying depth، طبعا يعني حجمها هذه البفرز يعني متغير دائما.
Several algorithms exist to schedule the servicing of disk input output requests. هناك الكثير من الخوارزميات لجدولة من هو الطلب الذي يجب إجابته أولا ومن الطلب الذي يجب إجابته ثانيا وهكذا. The analysis is true for one or more platters. هنا طبعا التحليل أو الحسابات التي سنقوم بها هي صحيحة سواء كنا نعمل على بلاتر واحد، سواء كان قرص واحد أو عدة أقراص في داخل الهارد ديسك الواحد، لأنه مثل ما ذكرنا في داخل الهارد ديسك الواحد ممكن أن تكون هناك عدة صحون أو أقراص تحتوي يعني مغناطيسية تحتوي على البيانات المخزونة في داخلها. المثال الذي سنستخدمه في توضيح ما هي الخوارزمية الأفضل من قبل الخوارزميات الجدولة راح يكون هو عبارة عن طابور طلبات حجمه يتراوح ما بين الصفر والمئة وتسعة وتسعين، يعني راح نفترض بأن البيانات التي نريد الوصول لها هي أرقامها تتراوح ما بين الصفر والمئة وتسعة وتسعين، وبعد ذلك ننتقل ما بينها. هنا راح تكون عندنا طلبات هي 98 183، نفترض بأنه هذا هو يعني أما يكون هو عنوان البيانة الموجودة في داخل القرص أو عنوان السكتر الذي توجد في داخله هذه البيانات أو اللوجيكال يونت اللي تحدثنا عنها قبل قليل. فراح نكون بداية نفترض أن المعالج يريد 98 ثم 183 ثم 73 122 14 124 65 67. وفي اللحظة الحالية البوينتر هيد أو الهيد بوينتر يعني هو مؤشر رأس القراءة والكتابة موجود في النقطة 53. فلكي نستطيع معرفة ما هو المسار الذي يعني سيأخذه رأس القراءة والكتابة للتنقل ما بين هذه الطلبات راح نقوم بمناقشة مجموعة من الخوارزميات المقترحة والموجودة المستخدمة من قبل عدة نظم تشغيل، يعني كل واحدة من هذه الخوارزميات ممكن أن تكون موجودة في نظام تشغيل واحد أو ممكن هناك مجموعة من الخوارزميات في نظام التشغيل الواحد نفسه. فراح نتحدث عن مجموعة من هذه الخوارزميات اللي هي أولها طبعا اللي هي تكون منطقية عادة هي الفيرست كام فيرست سيرفد، يعني القادم أولا يخدم أولا. طبعا هذه راح تكون إن شاء الله جزء من المحاضرات القادمة، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.